أول شيء بنصفق بإصبع واحد، ثلاث أصابع بنصفق بثلاث أصابع، خمسة بنصفق بالكف كامل. عرفنا؟ مين بده ينفذه؟ تفضلوا. تمرين بسيط للفئة العمرية الأولى يلي هي من سنتين. يمكن عندي متطوعين، أنا ما عندي حدا. إذا أنا عندي إشارة، الإشارة الإصبع الواحد أنا بصفق بالإصبع الواحد. إصبعتين أو بثلاثة، أنت اختاري، أنت أعطيني التوجيهات كيف بدك تصيغ التمرين وأعطيني إشارة البدن. تفضلي. طبعا الحيز اللاعب ونعطيهم إشارة البدن. ليش انت بتحددي الصف والحيز انا حريفي؟ هي بدها تحدد الحيز. لا تفضل عشان يكون في لك انه بهذا المكان. بهذه المقاطع انت اختاري مكانك. هلا ناخذ التمرين، تمرين الثقة حاليا ونوقف اليوم. بس بدنا نقسم لمجموعتين. هي عسل يعني نقسم لمجموعتين. واحد اثنين ثلاثة، تفضلوا.
طبعا بتفضوا عبر اللمس باليد فقط، ما بدي اي كلام. بدنا نعرف مكان الغرض بدون كلام. بدك تفوتوا اللي بالاخير بدي يفوتوا كلياتهم. صار شيء معي بس طيب اوكي خلص ما في داعي. انت استلمت الغرض، انت ترجعي للاخير اللي بالاخير بيصير بالمقدمه. رح نغير مكان الغرض. نفس الشيء نفس الشيء، بعد ما لقينا الغرض اللي بالمقدمه بصف بالاخير. تماما. طبعا ممكن تكون مسبقه نعمل بهذا الاطار. بنغير. فين يحسب الزمن؟ فين يحسب الزمن؟ زمن وصول كل فريق لغرضه. يلا على السريع اللي بالاخير بصير بالمقدمه. هلا بنحطوا غرض من الثاني. خلصي ما بتطلعي، شايفك عم تغشي. شايفك عم تغشي. الازرق بيكون انتوا هاد. كلامك بدي هذا التمرين بدون كلام. عبر الإشارة، الإشارة على الكتف، عبر اللمس بالكتف فقط أو بالأقدام. أنتوا اتفقوا على الإشارة المطلوبة. إيه. بس شو عملت فيه أنا؟ لا أنت المهم إنك تيجي لعند الغرض وتطلع الطلب مرة لنعمل ويك. 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 ممكن يكون طابي بدي أحطها بالسلم. ممكن تحط لها اي هدف ثاني هو اللي بدي اياه. منطلق؟ يلا جاهزين؟ واحد اثنين ثلاثة. يا ريتنا ما بالحركة بالحركة بدون كلام. بدي ألمس الشخص لحتى أقوده عبر اللمس. عم نحكي عم نحكي. في ناس لسه ما لقيت غرض. لقيت غرض وكفالي. كويس كويس. طيب نرجع هلا. الأول المفروض هو اللي بدي من الأخير. نرجع، ما في داعي نكمل التمرين، احنا اخذنا فكره عن التمرين وصورنا الشيء بدنا نصوره. تفضل.